صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم في فقراتنا وفي برنامجنا صحة وسعادة بنتطرق المواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، وطبعا يسرنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم على أرقام التواصل في البرنامج. قبل ما أذكركم بأرقام التواصل أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، في التنسيق ميرا القفلي، وفي الإخراج وائل قواسمة. صبحكم الله بالخير جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. مستمعينا أذكركم برقم التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا اليوم خامس يوم في رمضان شهر الفضيل، والحمد لله خلال هذه الفترة يعني الأيام بسرعة مرت، والحمد لله الصيام ويانا خفيف. فيعني خلال هذه الفترة ننصح الناس وخاصة اللي على أدوية معينة أن يستمرون على أدويتهم بطريق بحسب إرشادات طبيبهم خاصة خلال هذه الفترة. طبعا التغييرات خلال هالفترة يعني أوقات الأكل تتغير، أوقات حتى النوم تكون مختلفة، أوقات حتى دوامات الأشخاص تكون فيها اختلافات. فننصح باتباع يعني خاصة الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة على أدوية معينة اللي لازم يلتزمون في أوقات معينة إلها، سواء من ناحية بعد الأكل أو في أوقات معينة طبعا تتغير خلال هذا الشهر الفضيل. مستمعينا ننتقل لخبرنا المحلي والعالمي، واللي يقول منظمة الصحة العالمية 99% من سكان العالم يتنفسون هواء رديء الجودة. قالت منظمة الصحة العالمية أن 99% من سكان العالم تقريبا يتنفسون هواء رديء الجودة، داعية إلى فرض مزيد من الإجراءات لتقليل استخدام الوقود الأحفوري اللي يؤدي لملايين الوفيات سنويا. وبعد حوالي 6 أشهر من تشديد إرشاداته بشأن جودة الهواء، أصدرت منظمة الصحة تحديثا لقاعدة بياناتها الخاصة بجودة الهواء، واللي تعتمد على معلومات من عدد متزايد من المدن والبلدات والقرى في جميع أنحاء العالم، يبلغ مجموعها الآن أكثر من 6000. وقالت المنظمة أن 99% من سكان العالم يتنفسون هواء أقل جودة، وغالبا ما يكون مليئا بجزيئات قد تخترق عمق الرئتين وتدخل في الأوردة والشرايين وتسبب الأمراض. وأضافت أن منطقتي شرق البحر المتوسط وجنوب شرق آسيا هما الأسوأ فيما يتعلق بجودة الهواء، تليهما قارة أفريقيا. وأفادت الدكتورة ماريا نيرا مديرة قسم البيئة وتغير المناخ والصحة بمنظمة الصحة العالمية بأنه بعد النجاة من فيروس كورونا من غير المقبول استمرار وجود 7 ملايين حالة وفاة يمكن الوقاية منها وخسارة عدد لا يحصى من العيش لسنوات بصحة جيدة بسبب تلوث الهواء. طبعا الأشياء اللي تفيدنا خاصة إذا ساكنين في مدن وتكون فيها أقبرة كثيرة ووقود كثير وحرق كثير، نلجأ الأماكن أو حتى نخصص لنا يوم في الأسبوع أو يومين في الأسبوع أو حتى بشكل يومي حتى لو فترات بسيطة 30 دقيقة إلى ساعة، فرضا مثل أجواء البحر يكون الهواء أنقب كثير من أجواء اللي تكون مزدحمة خاصة بالأجواء اللي فيها السيارات أكثر أو يعني أو الطلعات على البحر أو الأماكن اللي أكثر فيها الزراعة مثل الحدائق. هذه الأماكن تكون نسبة أو الهواء النقي فيها أكثر من الأماكن اللي تكون مزدحمة خاصة بالأشياء اللي بتكون فيها البنايات الجديدة أو حتى السيارات أو الازدحام الكثير. فيفضل حتى الشخص يعني حتى الهواء يوم يتنفس يحس بطريقة مختلفة، يعني يحس أن الهواء غير عن إذا كان المكان مزدحم وكل سيارات وأقبرة. طبعا هذا هو خبرنا لليوم. ننتقل لفقرة السوشيال ميديا وبنتعرف خلالها على مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي،
وأهم المتداول فيها سواء على صفحات الهيئة أو الصفحات الأخرى. ويانا زميلتنا أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلان الإعلام الصحي بالإنابة. صبحت الله بالخير أسماء. أهلين، صبحكم الله بالنور سرور دكتورة، عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. مبروك عليك الشهر. علينا وعليك، مبروك عودك دكتورة للبرنامج الإذاعي بعد انقطاع شهر كامل. اللي دكتورة نتكلم عن الأشياء اللي صارت في قناة التواصل الاجتماعي، نحن لاحظنا بعض الأشخاص يتكلمون عن موضوع شرب الماء، وفي بعض النكت اللي يصفها على الموضوع. صح. بعض الأشخاص يعني يعتقدون أنهم شرب كمية كبيرة من الماء في نفس الوقت تسبب أنهم ما راح يعطشون وقت الصيام، فقبل الأذان تشوفين يعني لتر يشربون لتر لترين لتر ونص، ف يعني وايد في نكت تطلع في السوشيال ميديا. ونحن نحب نقول لهم ان كل يعني شرب الماء بهالطريقه ما راح حتى يفيد الجسم. صحيح. لانه راح يروح على طول اول ما يمشي من الرقاد، لكن المفروض اللي هم يسوونه اللي يشربون الماء بطريقه معتدله على دفعات من الإفطار حتى السحور، مو دفعه واحده. صحيح، حتى الدفعة الوحدة يحس الواحد موجودة في الإنسان. المشكلة يحس الواحد بثقل، يعني حتى ما يبه يقدر يتنفس، يعني حتى لو كان ماي يعني، بس يعني حتى الشعور يوم بيرد يشرب ماي مرة ثانية بيحس بهذا الشعور المؤلم اللي غير مريح. فنفس ما قلتي يفضل الواحد يشربه من الفطور، من بعد الفطور لين يعني وقت السحور. صحيح دكتورة، هاي من ضمن الأشياء اللي احنا لاحظناها وشفنا النقاش قاعد يدور حولها في السوشيال ميديا، فحبينا نأكد على أهمية شرب الماء بطريقة يعني معتدلة متقطعة. من زين ذكرتي أسماء هذه النقطة، يعني يمكن يعتبرونها يعني أي شخص يعتبرها شيء بسيط، بس هاي نقطة جدا مهمة، يعني خاصة شرب الماء وفترة يعني فترة هذا الشهر في شهر رمضان. يعني دكتورة، لأن عدم وجود الماء في الجسم يسبب وايد مشاكل منها الصداع. يعني وقبل فترة كان عندنا مقابلة في الإذاعة مع دكتور يقول إنسان بعد سن 30-35 ما يبدأ يحس بالعطش إذا جسمه كان وايد محتاج، يعني العطش لحسه يعني بيكون وايد الجسم معاني من الجفاف. سبحان الله. لذلك المفروض إن إحنا ما نعطش في رمضان حتى نحن صايمين إذا كنا نشرب الماء بطريقة صحيحة. صحيح، ومعظم الناس يمكن يعني نشرب مشروبات ثانية فتقنينا يعني ما نحس أن نحن عطشانين. صحيح، الشوربة يعني مو بس أن الماء عندك شوربة والعصاير، فالواحد ما ينسى الماء خلال هذه الفترة بعد. يعني الموضوع اللي طرحتيه أسماء يعني جدا مهم، وزين طلعتيه من بعد من طريقة السوشيال ميديا، يعني كان فيها يعني بطريقة فكاهية ماخذينه، بس الماي يعني خلال هذه الفترة جدا مهم. نحن بنشرب عصائر، بنشرب شاهي، قهوة، أشياء ثانية، بس كذلك الماي وايد مهم خلال هذه الفترة. ونفس ما قلتي يمكن ناس كثيرة أنها تركز آخر فترة قبل السحور على أساس أنه ما يعطش طول اليوم. هو تبين تشيل ماي قلو لا وايد شوي فهاي من ضمن الأشياء نحن يعني لاحظناها وشفنا وايد ناس تتكلم عن السوشيال ميديا. أيضا من ضمن الأشياء نحن نحب نأكد عليها إن نحن نقل الخدمات حاليا في مركز مول الإمارات خدمة الفحص كوفيد غير متوفرة، وتم يعني من بداية الشهر كان يعني تم إغلاق الخدمة في مركز مول الإمارات. لذلك نحن ننصحهم إذا كانوا محتاجين فحص كوفيد أن يروحوا المراكز الثانية تابعة لهيئة الصحة بالبي. أيضا هناك مراكز تعمل على مدار الساعة اللي هي أم يعني في منهول ولد الحمر ولد الشبه، فهذا يعمل على مدار الساعة، وهالمراكز الثلاثة أيضا ما يحتاجون مواعيد. أيضا بالنسبة لمراكزنا مواعيد العمل كلها موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي، يقدرون حتى أنهم يلقون نظرة عليها. وصلتنا مجموعة من الاستفسارات حول أوقات الزيارة، زيارة المرضى، ونحن إن شاء الله خلال اليوم أو اليوم مباشرة راح نحط أوقات الزيارة في قنوات التواصل الاجتماعي، لأسف أن الجمهور يقدر يعرفها ويزورون مرضاهم في المستشفيات يعني في الوقت المحدد. صحيح. تقريبا هالأشياء اللي كانت قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى من الجميع الحفاظ على صحتهم، شرب الماء والنوم لأن النوم وايد مهم. صحيح. ونتمنى لهم الصحة والسعادة.
نتمنى لك الصحة والسعادة. أسماء الجناحي شكرا لك. مستمعينا، كانت هذه فقرة السوشيال ميديا، ومثل ما ذكرت زميلتنا أسماء، مركز فحص الكوفيد اللي في مول الإمارات تم إغلاقه، ويقدر أي شخص يعمل الفحوصات في المراكز الأخرى اللي تابع لهيئة الصحة في دبي، وكذلك مواعيد العمل بما يخص العيادات والأقسام في هيئة الصحة في دبي كلها بتلقونها موجودة كذلك في موقع هيئة الصحة وكذلك في المواقع الأخرى لهيئة الصحة في دبي. مستمعينا، نطلع فاصل ونرجع لكم، خلكم ويانا. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. ذكركم برقم التواصل 6005514114 وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله. وصلنا لفقرتنا الثالثة اليوم، وبنتكلم فيها عن مشاركة هيئة الصحة بدبي في بطولة ند الشبة الرياضية. اليوم حديثنا إن شاء الله بيكون حول الرياضة، وتحديدا بطولة ند الشبة الرياضية ناس، وبيحدثنا أكثر عن هالموضوع الأستاذ حمزة عباس، مدير المشروعات والأنشطة الرياضية والاجتماعية بهيئة الصحة بدبي. بي صباحك الله بالخير استاذ حمزه. الحنور، حياك، طيبين ومبروك شهر رمضان الكريم. الله يبارك فيك، حياك الله ويانا في برنامج صحه وسعاده. حياكم الله. طبعا خلال شهر رمضان، طبعا سواء المشاركات الرياضية والأنشطة الرياضية كذلك ما تتوقف، ونشوف الناس كثير تهتم بالرياضة حتى خلال شهر رمضان، حتى قبل الإفطار بنفسه. فأستاذ حمزة، طبعا هذا الشيء يعني يبرز لنا أكثر دور الرياضة وأهمية الرياضة حتى في الشهر الفضيل، واهتمام الناس كذلك في هذا الشهر بالرياضة. ما في شك أن شهر رمضان شهر كريم، وممارسة الرياضة مهمة جدا، لأن الإنسان طول اليوم يكون صايم، وشكل ما تفضلت الناس قبل الإفطار يشوفون جميع المضامير الموجودة في جهزين حكومة دبي، كل يمارس رياضة، كل يتمشى، كل يمارس جري، وهذا صحيح. الرياضة مفيدة لجميع الناس وجميع الفئات العمرية أنهم يمارسون خلال هذا الشهر، ما يكون شهر الكسل وبس، بس يكون شهر نشاط، شهر حيوي إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ حمزة، حابين نتحدث في البداية عن دور هيئة الصحة بدبي في بطولة ند الشبة الرياضية الرمضانية. بخصوص البطولة الرمضانية السنة في ند الشبة، وقع مجلس دبي الرياضي وهيئة الصحة اتفاقية شراكة، وبذلك أصبحت هيئة الصحة بدبي راعيا رئيسيا للنسخة التاسعة من دورة ند الشبة الرياضية. ممتاز. وهذه الدورة كانت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. والسنة المنافسات تقام خلال فترة من التاريخ 2 ابريل ل 18 ابريل في مجمع ند الشبة، والسنة تحت شعار قدرات لا حدود لها. ووقع اتفاقية من قبل مجلس دبي الرياضي الأخ سعيد حارب مدير عام مجلس دبي الرياضي، أمين عام مجلس دبي الرياضي ومدير عام هيئة الصحة بدبي عوض الكتبي في هاي الاتفاقية، على أساس أن هيئة الصحة تدعم طبيا للدورة، لأن دورها حدث رياضي ومجتمعي تقام من هم مسابقات وهم فعاليات رياضية في شهر رمضان. صحيح. وبالتالي نحن كهيئة الصحة راعين رئيسيين بعد في هالسنة أن ندعم بطولة ند الشبة طبيا، خدمات الطبية للرياضيين المشاركين. هم خدوا حوالي 8 مسابقات رياضية، منهم جاجستو، الجري، السهم والقوس، بادل تنس، عندهم 8 فعاليات، سبارتنج ريس عندهم، وبالتالي عدة أنشطة فعاليات عندهم. وبالتالي نحن كهيئة الصحة راعين السنة رئيسيين لدعم خدماتنا الطبية، وسابقا نحن كنا ندعم بعد نفس كل سنويا، يعني كنا ندعم خدماتنا الطبية مثل هاي البطولة ند الشبة. وبالتالي الحمد لله نحن السنة بعد راعين رئيسيين للبطولة. والمشاركة أستاذ حمزة، كمشاركة لهذه البطولة من ناحية المشاركة الرياضية، كمشاركة رياضية نحن السنة الحمد لله شاركنا، بنشارك في بطولة الجري. نعم.
نشارك في سبارتن، بنشارك نشارك في دراجات الهوائية وياهم. ونحن مسوين بطولة روحنا السنة بعد بادل تنس عندنا اليوم. اليوم عندنا بطولة بادل تنس للموظفين، وعندنا بطولة كرة قدم للموظفين موجودة عندنا، بطولة سلة مسوينا. وبالتالي نحن عندنا حتى في رمضان للموظفين مسوين بطولات بالإضافة مشاركة خارجية مع مجلس دبي الرياضي. نعم. بطولة نادي الشباب وبطولة داخلية للموظفين في كرة القدم وكرة السلة وبادل تنس حاليا شغالين نحن في شهر رمضان يعني. ممتاز. أستاذ حمزة، كيف تفاعل الموظفين مع هذا النوع من البطولات أو المشاركة كذلك؟ لأنه يأخذ وقت في التدريب، فكيف تفاعل الموظفين كذلك وياها؟ والله بالعكس أنا أشكر جميع الموظفين السنة أن هم مشجعين أن يشاركونا كيف كمسابقاتنا في كرة السلة أو كرة القدم وبادل تنس. اليوم عندنا بعد مشاركة بادل تنس كبيرة اليوم عندنا في كرة القدم يسوون. وبالتالي موظفين نشكرهم على تواجدهم على مشاركتهم معنا في مثل هذه الفعاليات يعني. ممتاز. يعني هذا يبرز اهتمام الهيئة كذلك بدور الموظفين في هذه البطولات. بالعكس الهيئة الصحة ومن خلال المدير العام أو المدراء التنفيذيين موجودين داعمين للرياضة من خلال اللجنة الرياضية، وخاصة أخ المدير العام عوض داعم كبير للرياضة. نعم. طبعا أستاذ حمزة، بخصوص المشاركة في هذه البطولات لها أهمية كبيرة، فما هي أهمية هذه المشاركة؟ أهمية المشاركة لأن يقول نحفز الموظفين اللي موجودين هيئة الصحة أنهم يمارسون الرياضة. نعم. قد ما يقدرون من خلال المسابقات الخارجية ترتيب أي ترتيب أو تحديد الألعاب الحكومية أو بطولة الشيخة هند للنساء والرجال الموجودة بنفس جميع الفعاليات اللي عندنا طوال السنة. نحن نحاول من خلال اللجنة الرياضية في هيئة الصحة أن نحفز الموظفين أنهم يشاركون في مثل هذه البطولات وهذه الفعاليات لمصلحتهم الصحية، بما أنهم يمارسون نشاط رياضي خلال طول السنة من خلال الصالات الرياضية. صحيح. اشتراك الموظفين في هذه النوع من الفعاليات كيف يتم يعني، أو كيف تعلنون عن هذه الفعالية عشان الموظف اللي مهتم بهذه الفعالية يشارك فيها؟ نحن من خلال المجلة الرياضية نزل إعلان في الهيئة. نعم. لجميع الموظفين اللي يحب يشارك في أي فعالية ننزل في هذه المناسبة، يعني مثلا في بادل تنس أو مثلا في كرة القدم أو في السلة أو في هايكينج. سوينا قبل فترة فعاليتين هايكينج في حتى وفي طويين سوينا لجميع. الحمد لله جو موظفات الهيئة حوالي 70-80 موظفة من الهيئة شاركوا في هايكينج يعني خلال الفترة الماضية يعني ما شاء الله. وكان اختيار كذلك الموقع أستاذ حمزة، يعني شفت الإعلان واختيار الوقت كذلك ونوع الفعالية كان يعني يجذب أي واحد يشارك فيها. طبعا نحن نختار الوقت المناسب لناسب كل معظم الموظفين. بعض الموظفين عندهم ظروف عائلية وهذا ما يقدرون، نحاول قدر المستطاع نقول لهم أي أوقات مناسبة لكم وهذا نسوي الفعالية على هذا الأساس. صحيح. في فعالية الهايكين كذلك كانت مشاركة الأطفال يعني أطفال الموظفين. بالضبط. العائلة عائلة يعني. العائلة فكان هذا الموظفين أو موظفات وعائلتهم يعني. هذا تشجيع كبير يعني، كان يعني وايد يعني لاحظت حتى من زميلاتي اللي كانوا وياي يعني عطوا هذا التعليق أن شيء جميل أن بناخذ عيالنا للهايكينج هذا اليوم كانوا مسوين في هيئة بالضبط الصحة. بالضبط. صحيح. مشاركين عدد كبير من هيئة الصحة. أنا فرصة إني أقول أشكر الإسعاف والشرطة اللي كانوا داعمين لنا في هاي الفعالية في هايكينج اللي في حتى وهايكينج اللي كان في طويين. ممتاز. إن شاء الله مستقبلا عندنا بعض الفعاليات في نفس المنطقة هنا. وخاصة بالنسبة للهايكينج يعني، أو في فعاليات معينة ما يحتاج لها ترتيبات أو تدريبات قبلها فترة طويلة يعني، فرضا اللي بيدخل التنس بيحتاج تدريبات، بس اهتمامكم كذلك بالرياضات الثانية يعني اللي ما تحتاج ترتيبات طويلة قبل دخول الفعالية أو البطولة. بالضبط. مثل الهايكينج وركوب الجبال وهالسؤال، بس نحن نحافظ قد ما نقدر على سلامتهم من خلال وجود إسعاف، من خلال وجود الشرطة وسيارات الإسعاف كلهم موجودين هذا. وقبل ما نبتدي هذه الفعالية في هناك شرح كامل عشانهم يحمون نفسهم ويحافظون على أعمارهم كصغار أو كبار وهذا. وبالتالي هناك في شرح مفصل من قبل المرشد اللي موجود هناك
كيفية ركوب الجبال والطرق الموجودة هناك. ممتاز، يعني أخذ البطولة بكل حذافيرها كذلك، والاستعداد لأي طارئ يمكن يكون في هذه البطولة. بالضبط، لازم يكون الإنسان يأخذ حذر مثل هذه الفعاليات الخطرة شوية. صحيح. نحن نشكر جميع الموظفين والموظفات اللي شاركوا في بطولة هايكينج، فعالية هايكينج في منطقتين إن شاء الله. صحيح، وهذا يعني يعطي دافع كثير حتى للموظف أن يشارك مع زملائه، مو فقط الأشياء الـ يعني اليومية، يعني طريقة العمل كذلك، يعني يشارك حتى أشياء رياضية وخارج بيئة العمل. بالضبط، وهذا من أنا حاسين من موظفين هيئة الصحة أنهم ما شاء الله قاموا يتجاوبون على مثل هذه الفعاليات ويشاركون حضورهم، ودائما هم يسألون يعني متى فعاليات جديدة شيء، متى فعاليات جديدة شيء، وبالتالي احنا الحمد لله نقوم خلال اللجنة الرياضية بعمل فعاليات جديدة ان شاء الله بعد رمضان كمان ان شاء الله. طبعا استاذ حمز، نفس ما قلت لك يعني اختياركم للمواضيع، يعني حتى الهايكينج يعتبر نوع من انواع الرياضه، يعني ما نعتبره انه ممنوع يعني بس كمشي، يعني حتى المشي نعتبره كرياضه، بس يعني بهالطريقه يعني انا احيي هالشيء فيكم كذلك، ان تشجعون الجميع على ممارسه اي نوع من الرياضه، يعني على الاقل الواحد يحرك جسمه، يتعرف على اشياء كثيره، على انواع رياضه كثيره. في ناس وايد رابطه الرياضه برياضات معينه وتحتاج جهد وتحتاج تدريبات معينة، بس الجميل أنكم نوعتوا في هذه الأشياء وثقفتوا الناس أكثر فيها، يعني مو فقط رياضات بتحتاجون تتدربون عشان تدخلون بطولة، يعني فرضا نفس ما قلت الهايكينج، ما بالعكس يعني خلال اليوم شرحتوا لهم أشياء يعني كيف تكون وكيف يأخذون حذرهم، في نفس الوقت شركتوا العائلة كلها كتشجيع للموظف أنه يحضر هذا النوع من الفعالية. بالعكس احنا نشجع الموظفين مثل الفعاليات، فعاليات في تحدي شويه بعد. صحيح. مو عادي يعني في نوع من التحدي بينه وبين الانسان، يحس بنفسه انه يقدر يسوي شيء، او ما يقول انا هذا مستحيل انا اركب الجبل او امشي ما بين الطرقات اللي في الجبل، وهذا هناك ما في شيء اسمه مستحيل. صحيح. اذا الانسان يبغى يسوي شيء وينشط نفسه ويمارس، او يجلس بقيتهم يقول والله هذا صعب ما اقدر امشي، مني ممكن اتعب، ممكن أطيح أو أتكسر أو شيء، هذا ما بيسوي أي نشاط رياضي. صحيح. وبالتالي الإنسان لازم يكون تحدي ونفسه عنده تحدي أنه هو يمارك نشاط رياضي، لأن صحيح. نشاط الرياضي بيحافظ على صحته. صحيح، وركزتوا على أشياء كثيرة، يعني ما بس أن رياضة يعني معينة، ركزتوا ما شاء الله على أشياء كثيرة وتهم الجميع. أستاذ حمزة، حابين نتعرف أكثر عن فعاليات الهيئة الرياضية اللي بتكون خلال شهر رمضان المبارك. شهر رمضان كما قلت في بداية كلامي أن في كرة السلة موجودة، يلعبون مشاركين في فعاليات كرة السلة على ملاعب هيئة الصحة، في بطولة كرة القدم عاملين فترة، إحنا حوالي 13 فريق شاركنا ما شاء الله. اليوم عندنا بدل تنس مشاركين حوالي 10 فرق، اليوم بدل تنس عندنا الساعة 9:30 إن شاء الله، يعني مسوي مجموعة من الفعاليات الموجودة. بعد نحن نقدر ظروفهم في شهر رمضان، واحد يصير يسوي زيارات عائلية عنده، وهذا نحن نختار أيام المناسبة لمثل هذه الفعاليات، يعني لظروف الناس الموظفين، في دكاترة عندنا، في ممرضين عندنا مشاركين ويانا. ممتاز. وبالتالي حسب دواماتهم، بعد نحاسب دواماتهم مثل مراوباتهم عندهم، وبالتالي نحن نحاول قدر الإمكان أن نسوي فعاليتنا في أيام الشباب موظفين يقدرون يشاركونا، لما نسوي نحن نسوي فعالية وعقب في النهاية ما حد بينا لظروف عمله ومرعوبة عنده أو شيء، وبالتالي نحن قدر المستطاع نهيئ وقت مناسب للموظفين عشان يمارسون نشاط رياضي. صحيح، وهذا أكبر تشجيع كذلك للموظف أن يمارس الرياضة وكذلك أن يشارك في هالنوع من الرياضات أو البطولات. بالضبط. صحيح، والفئات اللي تكون فيها نفس ما ذكرت تكون جميع الفئات العاملة بهيئة الصحة. بالعكس نشجع جميع فئات العوائل يشاركون، اذا في العاب الاطفال هذا اللي ما يقدرون، في بعض الالعاب يقدرون يمارسون نشاط رياضي وانا، وهذا نحن نرحب فيهم يعني حسب امكانياتهم حسب اعمارهم، بعد نحن ما نبغى نجازف باعمار وهذا ما يقدرون يسوون بعض المشاكل الصحيه وهذا. صحيح، ورغم ان احنا عندنا دكاتره موجودين، مسعفين موجودين، حتى كره القدم في مسعف موجود يعني ويانا،
ممتاز. ناخذ احتياطاتنا بكل شيء قالوا يعني الحمد لله. ممتاز، وهذا الشيء يعطي حتى طابع الامان من الناس اللي تشارك حتى في هذه البطولات، ان يعني لاي حدث او يعني كل شيء مرتب من ناحيه الحدث او البطوله اللي مجهزين لها. أنا انت في اي بطوله او اي فعاليه تسوي لازم تحط أسوأ احتمالات اللي عندك، لا قدر الله سوى شيء ما يكون على بالك ممكن يستوي، وبالتالي انت قد ما تقدر تكون ماخذ كل اجراءاتك اللازمه الصحيه وطبيه من خلال وجود دكاتره مسعفين ممرضين او مستشفى قريبه عليك، سياره الاسعاف اذا محتاج، كل شيء لازم يكون متواجد لسلامه اللاعبين هذا. وبالتالي احنا الحمد لله من هالناحيه واخذين حذرنا، ودائما نطلب سيارات اسعاف او مسعفين موجودين ويانا في كره القدم في اي مكان نلعب فعاليات، في هايكينج، في كاياك ان شاء الله خلال فتره جايه نسوي كاياك حتى بعد ان شاء الله. ان شاء الله بالتالي بناخذ انواتش الشاركين ويانا في كاياك ان شاء الله. ان شاء الله شوقتنا صراحه للفعاليات يعني لا الجميل الفعاليات يعني بطريقه يعني جميله، يعني نوعتوا فيها، ما ركزتوا على رياضات معينة أو بطولات معينة؟ لا، لأن كل إنسان عنده هواية. صحيح صحيح، يعني أنا عندي هواية كرة قدم، وواحد ثاني عندي كرة تنس يلعب أو طائرة أو سلة يلعب، أو عندي هواية الجري أو حمل أثقال. كل واحد أنا في فروق فردية بين شخص وشخص في هواياته، يعني هوايات متغيرة بين الناس. صحيح، تنويع الأماكن كذلك أستاذ حمزة، يعني في بطولات بتستعملونها في الملاعب التابعة لهيئة الصحة في دبي، في فعاليات بتعملونها خارجية تكون، فهذا يعطي بالضبط تشجيع بالضبط. أكثر أن الواحد يدخل في هاي الفعاليات، يعني بدل ما يكون نسوي فعاليات الجري أو مشي على شاطئ منزر أو نعم. شاطئ برة في الجميرة، نغير الأماكن يعني، أو مضمار الدراجات إذا في سباق دراجات إن شاء الله بعد في فكرة نسوي دراجات نسائية وهذا. ممتاز. وبالتالي إن شاء الله نشارك جميع يشاركون، نروح المضامير يعني نغير المكان يعني. وهذا يعطي الواحد تعرف يعني مثل التغيير، والشيء يكون ما بروتيني، أنه بشكل روتيني يكون في هالمكان كل فترة يكون في مكان. لا نحن الهدف الأساسي منها الاهتمام للموظفين وغير الموظفين أفراد المجتمع بصحتهم من خلال الرياضة. الإنسان مو كله بس يأكل يداوم على كرسي، كرسي بروح على كرسي مكتب بروح أتعب. صح. لا يعني خلال فترة 8 ساعات يجي على كرسي أو 7 ساعات هذا مشكلة يعني. وبالتالي الإنسان لازم يطلع نفسه يصير يمارس الرياضة في أي ما في أي مكان. والحمد لله حكومة دبي وحكومة دولة الإمارات على صفة عامة بعد ما جميع مضامير مسوون في كل أماكن في الدولة، يعني في دبي ما شاء الله ما في مكان ما في منطقة في دبي إلا ما في ممار مسوون من خلال بلدية. صحيح صحيح، سواء يعني للدراجات الهوائية للمشي. واحد جاي عذر إنه يقول أنا ما أقدر أمشي أو ما أقدر أمارس نشاط رياضي. صحيح. كل شيء موفر لك عدا بيتك مسوي لك مضامير. صحيح. وبالتالي الحمد لله إحنا نشكر حكومة دبي على هذه المضامير وعلى اهتمامهم بالرياضة، يعني لأنهم أصلاً رياضيين. الحمد لله. والجميل كذلك حتى في فترة رمضان يعني بنقول الأشخاص يعني بعد يعني ما مركزين أن أنا ما ماكل أنا صايم أنا تعبان، لا بالعكس تشوف النشاط الرياضي نفس ما قلت في كل المضامير أو في كل الأحياء في دبي، يعني ما بتصير مكان إلا بشوف واحد يأن على الدراجة الهوائية أو واحد يجري أو واحد يمشي، يعني اهتمام الناس كذلك بالأنشطة الرياضية حتى في فترة شهر رمضان أو خاصة في شهر رمضان. والإنسان الحين في شهر رمضان فطور ما كثر الأكل وايد، يصير خمول ويصير يرجل وكسلان وهذا يخفف، يصير مارس نشاط رياضي وهذا كل شيء عقب ياكل. صحيح. قبل السحور وهذا ما يكون بعد الفطور ما شاء الله كل شيء ياكل، يعني ما يخلي شيء يعني. صحيح، حتى ثقافة الناس تغيرت من هنا. كسلان وخمول فيه وهذا. صحيح. خفف عن الفطور ومارس نشاط رياضي وعقب طيب. استاذ حمزة كلمة أخيرة توجهها لمستمعينا خلال البرنامج. كلمة أخيرة للمستمعين وإخواني الموظفين في هيئة الصحة، اهتموا بصحتكم ومارسوا نشاط رياضي طول السنة، وخصوصا في شهر رمضان شهر الكريم هذا الإنسان يمارس نشاط رياضي في أي وقت، يمارس نشاط رياضي بعد الفطور حسب وقته، وقت اللي يناسب يمارس نشاط، وأهم شيء رياضة رياضة رياضة. صحيح. أستاذ حمزة عباس مدير المشروعات والأنشطة الرياضية والاجتماعية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك.
وانتم مشهورين وما قصرتوا. حياك الله ويانا. مستمعينا، كانت هاي فقرتنا الأخيرة بخصوص مشاركة هيئة الصحة بدبي في بطولة ند الشبر الرياضية، وتطرقنا المواضيع كذلك تهتم بالأنشطة والبطولات اللي تشارك فيها هيئة الصحة في دبي، وخاصة في فترة شهر رمضان، وكذلك المشاركات إن شاء الله اللي جاية كذلك في المستقبل، ومشاركة كذلك موظفينها في هذه البطولات والمشاركات. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا الأخيرة للبرنامج. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، في التنسيق ميرا القفلي، وفي الإخراج والقواسمة محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. نلقاكم إن شاء الله باكر، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600551414، والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا وصلنا لفقراتنا التغذوية، واليوم بنتكلم عن موضوع جدا مهم، وهو المشاكل الصحية الشائعة في رمضان وكيف نتجنبها. طبعا مع شهر رمضان الكريم يتعرض البعض ومنهم أصحاب الأمراض المزمنة لعدد من المشكلات الصحية نتيجة تغيير طريقة وأوقات الأكل والشرب الاعتيادي، والأهمية هالموضوع والتعرف إلى تفاصيله والمشاكل الصحية كذلك الشائعة في رمضان. يسعدنا استضافة الأستاذة لمية مصطفوي، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير أستاذة لمية. صباح النور والسرور حياتي دكتورة المدينة، يا رجل العافية. الله يعافيك، حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. طبعا موضوعنا اليوم جدا مهم، وخاصة بخصوص المشاكل الصحية اللي الشائعة في رمضان، وطبعا خاصة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة تكون المشاكل أكثر، خاصة مع استخدامهم الأدوية معينة وطريقة الأكل تختلف في فترة في شهر رمضان. فحابين نتعرف قبل عن المشكلات الصحية الشائعة في شهر رمضان، وكذلك حابينك تعرفين أكثر ماذا يحدث للجسم أثناء الصيام في شهر رمضان. أول شيء سلام عليكم والسلام عليكم، مثل ما قلت مع أخصائي التغذية المستقبلي من هيئة الصحة في دبي، وكل عام وانتم بخير وشهر خير وبركة علينا وعليكم يا رب العالمين. زين، اللي يصير في شهر رمضان أول شيء أصعب شيء اللي هو أول يوم، لأن الجسم يكون فترة جديدة لها، ولا يدخل الجسم الإنسان من ناحية الفنية في حال الصيام إلا بعد 8 ساعات أو تقريبا شوي أكثر شوي أفضل، مثل ما بنتناول آخر وصفة. إذ يعد هذا الوقت للفترة التي تنهي فيها الأمعاء من امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، وبعد ذلك تستعين أجسامنا بالجلوكوز المخزن في الكبد والعضلات عشان توفر لنا الطاقة. مجرد خلص الجلوكوز هذه يبدأ الدهون اللي موجود عندنا في الجسم إيه اللي تعطينا الطاقة، وفي نفس الوقت يوم تبدأ الدهون تعطينا طاقة يبدأ بانخفاض الوزن وتقل مستويات الكوليسترول عندنا، فيبدأ انخفاض مستوى السكر حتى في الدم بسبب ضعف وحالة الخمول، وقد يصاب المرء الشخصين بالصداع والدوران والغثيان وصعوبة التنفس. بدينا أن من يوم الثالث إلى يوم السابع يبدأ الجسم يتعود على الصيام في الفترة اللي تفكك الدهون وتتحول إلى سكر الدم، ويجب تزيد كمية تسييف كمية السوائل اللي تنخفض أثناء فترة الصيام، ولا سيؤدي التعرق إلى حدوث الجفاف الكبير يعني. وبعد شهر ما ضروري بعد اهتمام بعد انتهاء من الصيام من بعد الإفطار إلى وقت السحور. في ناس قلت والله وتحرنا ساعة 3:30 4 خلاص نشرب كوبين 3-4 ماي عشان يشبعنا طول اليوم. ترى جسمنا مو مثل جسم مثل ناقوس الكرامة يعني، لأن جسمنا ما عندنا هالخاصية إن إحنا نخزن الماء فيها. إيه بعد الإفطار لبعد السحور في هالوقت تقدرين يعني تعطين رفرش من حق جسمك إنك أنت تقدرين.
صحيح من الصفر. صحيح وذكرنا هذه النقطة مع أستاذة أسماء في قبل هالفقرة كذلك، أن الناس تركز بس قبل السحور أنها تشرب كميات كبيرة من الماء وتتجاهل فترة اللي هي من الفطور لين قبل السحور للسحور. صحيح قد يعني اللي هي فترة من ثمان من يوم الثامن إلى يوم الخمسطعش. نعم. حيث أن في هالأيام خلاص تعودنا إحنا للصيام والمزاج تعدل، تعتبر هالمرحلة تكثيف الجسم تمام مع الصيام. بدي أن اللي هو آخر الأيام اللي هو يوم 16 يعني من نصف رمضان لآخره. نعم. يكون الجسم خلاص متكيف مع عملية الصيام ويخضع القولون والكبد والكلى والجلد لفترة التخلص من السموم. إنزين هل الصيام مفيد؟ هي نعم الصيام مفيد، بس اللي قلت والله إحنا نصوم هالصيام المتقطع هذا في ناس قلت والله هي لا يدنها ما يعني وسيلة عشان قص الوزن على مدى طويل، لأن الجسم يتوقف في النهاية عن تحويل الدهون إلى الطاقة، وبدل من هذا بيحول إلى العضلة. أوكي هي صيام شهر واحد هذه كثينة، بس اللي قلت والله أنا صوم كل أثنين مثلاً وخميس وهي سنة ونفسه هذا أوكي، بس اللي قلت أنا أمشي على الصيام المتقطع طول السنة هذا إحنا ما نسمح فيه. نعم. إنزين. ندخل الحين مثل ما قلت فيها على المشاكل اللي تجينا في شهر رمضان. استاذ لمياء الصوت يقطع، اذا بتغيرين شوي المكان او سماعه التليفون اساس يكون واضح للمستمعين. تسمحي لي ما كنت عارف. اوكي بالنسبة لسؤالنا الجاي بعد ما تكلمنا عن التغييرات اللي تحدث في الجسم أثناء الصيام، وطبعا مستمعين اليوم نتكلم عن المشاكل الصحية الشائعة في رمضان وكيفية تجنبها، وبخصوص أي استفسار أو مداخلة تقدرون تتواصلون ويانا على 600-551-414 وعلى الرسائل النصية 4006. أستاذ لمياء حابين نتعرف أكثر عن المشاكل الصحية الشائعة خلال شهر رمضان، وهل هي نتيجة طبيعية للصيام ولا هي مرتبطة بأمراض معينة أو أمراض مزمنة؟ المشاكل كذا مشاكل أنا ما بطرحهم كلهم، بطرح كم من واحدة منهم اللي هي الشائعة مثل ما قلت لي. نعم. إنزين أول شيء اللي هي المشاكل الهضمية في رمضان، يأثر الصيام في شهر رمضان على صحة الجهاز الهضمي، وقد تتفاقم بعض المشاكل الهضمية والأضرار الهضمية مثل سوء الهضم، حرق المعدة، انتفاخ البطن. ويحتوي أثر الهضم في رمضان بسبب الرغبة في تناول أنواع مختلفة وكثرة من الطعام. صحيح. قبل ما أكمل الدكتور ندى، هل الصوت صار أوضح؟ استوى أوضح الحين. أوكي. زين عشان بس نرجع إحنا الكلام. زين. شو نسوي احنا؟ الطرق اللي نقدر نتخلص من المشاكل الهضميه في رمضان، اول شيء ان يوم نفطر ببطء، ما نفطر نحن تخلص الاكل من قدامنا وما بيخلص الاكل. ثاني شيء توقف عن تناول الاكل عند الشعور بالشبع، الابتعاد عن اطعمه الدسميه الغنيه بالدهون المشبعه، الامتناع عن شرب مشروبات غازيه، وتجنب النوم مباشره بعد تناول الطعام. استاذ لمياء رجع يتقطع عنا الصوت. والله تميت في نفس المكان ما ادري. انزين يمكن السماعه الحين حاطه التليفون ما ادري. نعيده. بالنسبه كنتي تطرين بخصوص الاكل اللي يحتوي على دهون او دهون مركبه. ايوه يعني من ناحيه المشاكل نبتعد عنها. نعم. كنا نقول نبتعد عنها لأن هي تسوينا اللي هي مشاكل الهسر الهضم. نعم. تعبنا اللي تتأثر في الجسم اللي توصل المعدة، تعب هالدهون نقول حتى أيام العادية ما تاخذينها الكثر. صحيح. فأنتي في رمضان ركزتي على هالأشياء فالتعب تعب. صحيح، وخاصة المقليات، يعني تركيزنا في رمضان وايد على المقليات. بالضبط. في بديل، والحين البديل هذا وايد صار سهل ممتع اللي هو الاير فراير. نعم صحيح. انزين الحين ندخل في مشكله ثانيه اللي هي مشاكل الامساك.
اللي هو لا شك في أن تغير العادات الغذائية والنظام الصحي في رمضان من شأنها أنها تسبب الإمساك، بالإضافة إلى قلة النشاط الجسدي وعدم شرب كمية كافية مما ينتج عنه في السوائل في أجسامنا. طريقة التخلص من الإمساك في رمضان: شرب كمية من الماء مثل ما قلنا من ساعة من بين الإفطار والسحور، ما نركز عليها مرة ثانية أقولكم في السحور، تركيز عليها في السحور ما تفيدنا. مو بس هي ماي، هي ماي، هي عصاير، هي حليب، هي لبن، هي شوربات، هذه كلها أشياء فيها ماي. صحيح. تناول الشوربات مثل ما قلت لكم، السلطات، هذه الأشياء فيها كمية من الماي. الأكثر من تناول الفواكه الطازجة، أنواع الفواكه المجففة، مو كلها من الفواكه المجففة بعد تعطينا يعني تسهلنا مشاكل الإمساك فينا. بعدين إدراج الأياف في وجباتنا مثل الحبوب الكاملة، قد النخالة، الشوربان، البرول، هالأشياء لو نزيدها في يومنا بيساعدنا في الإمساك. تناول ملعقة من زيت الزيتون على وجبة السحور، هاي تساعد بعد وايد. ممتاز. وطبعا الحركة لابد منها، في الحركة بركة أصلا لابد منها. صحيح. يعني حتى وانت صايمة حاولي بعد الإفطار، أو في ناس والله يسمعك والله قبل ولا بعد، ترى ما تفرق متى ما أنت حسيتي بارتياح. صحيح. إنزين. بعدين نيجي لمشاكل، مشكلة ثانية اللي هي مشكلة الصداع. يعاني الكثير من ألم الصداع في رمضان، وقد تضبط الشعور بالصداع في رمضان بعوامل عدة، ومن أهم هالعوامل اللي هي اختلاف النظام الغذائي، تغذية مواعيد الطعام، نوعية الطعام، الكميات اللي نحصل عليها في رمضان، هالأشياء كلها تسبب لنا صداع. وبعدين حتى غير عندي انخفاض نسبة السكر في الدم، وتغيير مواعيد النوم، الاستيقاظ في شهر رمضان اللي يعني الساعة 3-4 أحب السحور، هذه كلها تحفز الإصابة بالصداع. صحيح. شو هي الطرق إن احنا نتخلص من هالصداع؟ تأخير وجبة السحور. نعم. من اللي 3:30-4، هالشيء عشان يستحسن إن ناويين الأكل وتأخذين الأكل اللي تبنى بالطاقة. تجنب الأكلات الدسمة والدهون بعد الإفطار، إنها تأخذ وقت أطول في الهضم. الحصول على قسط كافي من النوم من 6-8 ساعات يوميا، ونحاول لو نص ساعة أثناء النهار عشان بس الصباح يخف عني شوي. ممارسة التمارين الرياضية عشان تساعد الجسم على إفراز الأندروفين، واللي يعتبر مسكن طبيعي للجسم وتخفيف الصداع في رمضان. نعم. أستاذ لمياء، سؤال أخير قبل ما ننهي فقرتنا بخصوص الحموضة. يعني الناس يعني في سؤال يانا بخصوص الحموضة، كيف تتعالج أو شو أسبابها خاصة في شهر رمضان؟ اللي قصدي الحموضة اللي تصيبنا في رمضان، الحموضة هاي بتحديد تكون في أعلى منطقة من المعدة، ويشعر الصائم بالحاجة لإفراغ محتويات معدته عن طريق يعني التقيء أو اللي وراها الدورة. إنزين، شو هي علاجها؟ إضافة أطعمة سهلة الهضم إلى لائحة الوجبات، تناول الأطعمة النية كالخضروات والفواكه لتهدئتها وعودتها إلى وضعها الطبيعي أثناء القيام بوظائف الهضم، تناول التمر مع اللبن يساعد في مد الجسم بالعناصر الرئيسية عشان يعطينا الطاقة، وإضافة عصير الليمون الطازج إلى الماء وشربها بعد الإفطار، وإضافة الليمونة كبيرة على طبق السلطة عشان بس تجنب الغثيان هذا. صحيح. أستاذة لمية مصطفى واختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، نشكرك صراحة، كانت معلومات وافية بخصوص المشاكل الصحية الشائعة في رمضان وكيف كذلك نتجنبها. شكرا لك أستاذة لمية. يعطيك العافية. يعطيك العافية. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا التغذوية، وتكلمنا فيها عن المشاكل الصحية الشائعة في رمضان وكيف نتجنبها. طالعين فاصل وراجعي لكم، خلكم ويانا.